السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات الكتابية المندرجة ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الثالثة، مجال الوقاية من الأخطار، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث. أنجز على دفتري. إذا تصريف الفعل المضاعف وصرف الفعل سد. إذا في الماضي المضارع والأمر. في الماضي أنا سددت، أنت سددت، أنت سددت، هو سد، هي سدت، أنتما سددتما. إذا في الماضي أنا سددت، أنت سددت، أنت سددت، هو سد، هي سدت، أنتما سددتما. في المضارع أنا أسد، أنت تسد، أنت تسدين، هو يسد، هي تسد، أنتما تسدان. في الأمر أنت سد، أنت سدي، أنتما سدا. إذا أعيد. في الماضي أنا سددت، أنت سددت، أنت سددت، هو سد، هي سدت، أنتما سددتما. سدد 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 توما. في المضارع أنا أسد، أنت تسد، أنت تسدين، هو يسد، هي تسد، أنتما تسدان. في الأمر أنت سد، أنت سدي، أنتما سدا. إذا السؤال الثاني أحول حسب المطلوب. دقت فاطمة الباب. إذا أنتما هنا يحذف الفاعل. أنتما دققتما الباب. دققتما الباب. إذا شم أحمد الوردة. أنت أيضا الفاعل يحذف. أنت شممت الوردة. أنت شممت الوردة. صببتما الحليب في الكأس، هو صب الحليب، حليب في الكأس. إذا الجملة أصلا الفاعل ضمير في الكأس. إذا دقت فاطمة الباب، أنتما دققتما الباب، شم أحمد الوردة، أنت شممت الوردة، صببتما الحليب في الكأس، هو صب الحليب في الكأس. إذا أكمل ثم أحول كما في المثال. إذا قذف اللاعب الكرة قذفة قوية. قذف اللاعب الكرة قذفتين. إذا الجزء الثاني من التطبيقات الكتابية، المفعول المطلق. إذا قفزت فوق الحبل قفزة، قفزة عالية. قفزت فوق الحبل، قفزت فوق الحبل قفزتين. إذا قفزت فوق الحبل قفزتين. سجد المؤمن لله سجدة، سجدة طويلة. إذا سجد المؤمن لله سجدتين. المؤمن لله
سجدتين. إذا قفزت فوق الحبل قفزة عالية، قفزت فوق الحبل قفزتين. سجد المؤمن لله سجدة طويلة، سجد المؤمن لله سجدتين. أحاكي الأسلوب الآتي: آه يا صديقي كم أنا حزين. إذا نقول مثلا: آه يا أمي كم أنا جائع. مثلا نستطيع أن نقول: آه يا صديقي، آه يا صديقي كم أتمنى كم أتمنى النجاح. إذن آه يا أمي كم أنا جائع، مثل آخر: آه يا صديقي كم أتمنى النجاح. السؤال الخامس: أضع علامة أمام كلمتين ليست من عائلة الشريبة. إذن كلمتين ليست من عائلة الشريبة، لدي شارب، شارب من عائلة الشريبة، شرفة. لاحظوا معايا الحرف اللي زاد هو الفاء، الفاء ماشي من الحروف الأصلية ديال فعل شريبة. إذن هذا الفعل أو هذا الاسم ليس من عائلة شريبة. شربة من عائلة شريبة، مشروب من عائلة شريبة، شراب من عائلة شريبة، شبر، شبر ماشي نفس الترتيب ديال الفعل، ديال الفعل شريبة، إذا أيضا ليس من عائلة الشريبة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.